الفري دايفنج او الغطس الحر هو انه نغطس على نفسنا من دون اي وسيله مساعده للتنفس، ان كان قنينه هواء او كومبريسر او اي شيء. انا معلومه بالفري دايفنج اكيد اهم شيء السيفتي. بعد السيفتي هو انه اي جايد التلميذ من A to Z through theory courses, pool sessions and open water sessions. بنعلمه عن الايكويبمنت، بنعلمه عن التكنيكس من فينينج للدك دايف للبيونسي. بس من القصص الحلوه هي الفئم اللي شايفها يلي ما كنت بتوقعها، الدلافين اللي شفتيهم انت، نحن طالعين هلا كمان ما كنت عارفه انه موجودين، سمك كتير كبير، سمك صغير بس بكميات كبيره، عندنا قصص تحت المي مثل غواصه غرقانه، مثل سفن غرقانين بجمع عليهم سمك، مناظرهم كتير حلوه كمان. منا مستحيلة ولا أنها ماجيك، حيالله إنسان فيه مارسها اليوم بمساعدة انستراكتور أو بروفيشنال بالفري دايفينج.